ان شاء الله المنتخب زي ما احنا زي ما معودنا كده في البطولات دي كلها ان شاء الله هنكسب، يعني املنا كبير ان شاء الله هنكسب وهنعمل حاجه ونرجع بالبطوله من الجابون. هي البطوله صعبه طبعا، يعني ربنا يستر، ربنا يستر على البطوله ديت. ده منتخب جديد ما فيش ابو تريكه ولا في بركات، فاحنا عايزين نتفرج على ناس حلوه. المنتخب حلو مش وحش، بس يعني زي ما ياخدش ولا وليد سليمان ولا حسن غالي، دي حاجه يعني اللي لازم حد يسالنا عليها بجد. ان شاء الله باذن الله المنتخب ان شاء الله يبقى فوق باذن الله، ويبقى فوق الجميع ان شاء الله، وهنعدي ان شاء الله البطوله باذن الله. المنتخب هيلعب بلعبه العادي وان شاء الله هياخد البطوله وهيعمل فرق جامد في كاس العالم، وهناخد على الاقل مركز كويس في كاس العالم. انا شايف ان الجيل الموجود دلوقتي جيل يفرحك ان يوصلك لكاس العالم، وببدايه الجماهير انك ترجع للمدرجات ديت، ده حاجه حلوه للكره المصريه. اهم حاجه ان الجماهير ترجع الاول عشان الكره ترجع زي ما كانت. منتخب مصر بقاله فتره اداؤه مع نتائجه مشرفه وتدي ايحاء ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله في افريقيا. ان شاء الله هيعمل نتائج كويسه، وباذن الله باذن الله هناخد البطوله، لان عندنا امكانيات عاليه جدا ومنتخب قوي. دلوقتي المنتخب احسن من قبل كده ومدير فني كويس، فان شاء الله يعني نعمل حاجه. احنا اكتر فريق في افريقيا واخدين البطوله، فهنخش هيبقى بطولين عشان فريق تقيل الحمد لله. هم فرقه كويسه جدا وان شاء الله ياخدوا البطوله. هنفرح باذن الله السنه دي ونرجع بالكاس من الجابون باذن الله. ان شاء الله المنتخب هيقدر يقدم حاجه في البطوله، يعني ان شاء الله وجود محمد صلاح واللعيبه المنضمين من بره، ان شاء الله المنتخب هيقدر يعمل حاجه في البطوله. ان شاء الله ياخد اي بطوله وامر الله، وامر الله المنتخب ياخد اي بطوله. ان شاء الله نوصل لنا ونكسب البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله المنتخب يحقق مركز كويس، ونتمنى ان شاء الله يوصل للنهائي ان شاء الله.